السلام عليكم، مازول في الأول. مرحبا بكم في صفحتكم وقناتكم أثاث الثقة. خاوتنا كما راكم تشوفوا محتوياتها اليوم، غرفتنا في اللون الأبيض، حاجة ما شاء الله، اللي راهي تحت اسم جولدن بلس وايت. خاوتنا بعد ما شفناها في اللون البني رانا نشوفوا فيها الآن في اللون الأبيض الملكي. خاوتنا قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا ونشرحوها لكم ماذا بيا كامل، ديرونا أبوني وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد. خاوتنا سينو نبدأ على بركة الله بهذا الموديل اللي قلنا لكم اسمه جولدن بلس في اللون الأبيض. خاوتنا نبدأ على بركة الله بليلي تاعها اللي راهو طاي ستوندار. خاوتنا 190 على 160 كما راكم تشوفوا، حاجة ما شاء الله. لو جروند دوسي خاوتنا كما راكم تشوفوا اون بوا، وكذلك فيها التصميم هذاك اللي راهو بزجاجه في مي كما راكم تلاحظوا، كما شفتوها في المروحه شوفوها كذلك في اللون الابيض، حاجه ما شاء الله. لو بتي دوسي تاعها راهو كامل اون بوا. خاوتنا هذه مخدومه كامل اون بواروج، يعني غرفه النوم راهي مخدومه اون بواروج. لو بتي دوسي لو جروند دوسي الخشب بين تشوفوه راهو اون بواروج، حاجه ما شاء الله. لا طاب دي نوي اللي فيها دو تيروار، فيها هذاك التصميم اللي حتشوفوه ان بو بارتو في لا شومبر تاعكم، راهي ستيل انكليني كما راكم تشوفوا. دو تيروار اللي راهم برايه تركيه، اوفرتور فاصل ويرفدوا لداخل، حاجه ما شاء الله. لا كوافوز اللي راهي التصميم انيق وعصري بزاف، وراح تلقاو هذاك التصميم تاع الخطوط اخواتنا اللي راح تشوفوه كما قلنا لكم ان بو بارتو في لا شومبر تاعكم، حاجه ما شاء الله. راهي قاعده زجاجيه في اللون الاسود من الفوق كما راكم تشوفوا. لي تيروار راهي فيها سي تيروار، يعني طروا تيروار من الجهه اليسرى، طروا تيروار من الجهه اليمنى، حاجه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. الداخل يرفدوا الله يبارك، برايه تركيا كما قلنا لكم، اوفرتور فاصل مش حتعيكم كامل في الفتح. خاوتنا ننتقلوا نشوفوا مرآه الغرفه اللي هي لا غاردروب كما راكم تشوفوا، حاجه واسعه، حاجه الله يبارك اللي فيها كات بورت كوليسونت، زوج اللي راهم بالفيمي في الوسط كيما راكم متلاحظوا، دو سبوت اللي راهم من الفوق خاوتنا، في هذاك التصميم اللي كيما قلنا لكم راح تشوفوه ان بو بارتو في لا شومبر تاعكم، حاجه ما شاء الله خاوتنا كيما راكم تشوفوا لا غاردروب تاعها. سينو تفضلوا نروحوا نشوفوا التقسيم الداخلي تاعها، التقسيم الداخلي تاعها كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله. دريسينغ خاوتنا كاين واحد زوج ثلاثه اربعه مع لوبا، 5 ايطاجر من الجهه اليسرى و 5 ايطاجر كذلك من الجهه اليمنى كيما راكم متلاحظوا. في الوسط راهي كاين من الفوق دوز ايطاجر اللي راهم سيبار، ودوز اسباس بور لا ترينغل كيما راكم تشوفوا كذلك خاوتنا، يعني راهي مقسومه حاجه ما شاء الله. ولا فينيسيون كيما راكم تشوفوا الداخل، ولي زيطاجير راهم واسعين حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا خاوتنا، يعني التصميم والاناقه خاوتنا ولا فينيسيون كيما عودتكم محلكم اثاث الثقة. سينو خاوتنا غرفة نوم جولدن بلس، يعني سواء في المارو ولا في البلون راهم بنفس السعر 15 مليون و800 مع النقل والتركيب، مجاني ل 58 ولاية اللي راهو انتريسي خاوتنا. الارقام راهم اسفل الشاشة، مالكم فقط تتصلوا بنا وماذا بيا كامل في لي كومونتير تقولوا لنا شحال تمدوا لها هذه الغرفة نوم من 10، يعني تنوطيوها سير 10. وبارك الله فيكم على مشاهدة الفيديو، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، وبعد الكلام سلام.